صباح الخير لكل المشاهدين الأخبارية السورية بيوم جديد. أكيد عم نطلع عليكم بحلقة جديدة وضيوف أكيد كتار رح يرافقونا اليوم بفقرات عديدة ومتنوعة. تحيتنا الأولى دائما من وجهها لحراس المكان وحراس الأرض أبطال الجيش العربي السوري. الله يحميكم يا شباب. صباح الخير لكل مشاهدينا يلي قرروا أنه ينضموا لإلنا. وبدي صبح على زميلتي سالي. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك. كيفك منيحة؟ تمام. كيفك انت يا ليا؟ يسعد صباحكم جميع مشاهدي الاخبارية السورية. كل يوم بنتلاقى فيكم بنفس التوقيت على هو الاخبارية على الساعة 9 الصبح. اكيد ضيوف جداد وفقرات جديدة ومتنوعة نتمنى انه تحمل الفايدة لكم. تحيتنا الدائمة لرجال الله رجال الجيش العربي السوري. فقراتنا الصباحية رح نبدأها معكم لكن بعد الفاصل. أكيد سالي ومثل العادة رح نبلش مع أخبارنا المنوعة. وبداية أخبارنا المنوعة لليوم من مصر حيث افتتح مصنع متخصص بإنتاج الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة. افتتحوا فرع له بالقاهرة لتصنيع أطراف صناعية للفقراء وذوي الاحتياجات. والهدف الأول والأخير من هذه الجمعية هو دعم هي الفئة ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع. ليا المصنع بينتج كل عام بمصر بين 1000 و1500 جهاز متحرك بين كرسي متحرك وعكاز. وأيضا يهدف قسم الأطراف الصناعية اللي بيعمل طبعا من 6 شهور لإنتاج نحو 200 طرف صناعي هذا العام على أن يزيد معدلات الإنتاج مستقبلا. خلونا نتابع مع بعض. إلى عالم الصحة حيث أثبتت دراسة حديثة أن احتضان القطط قد يؤدي للإصابة صاحب هذا الحيوان الأليف بعدوى تهدد حياته وتعرف العدوى باسم مرض خدش القطة. ليا هذا بيسبب حمى شديدة وظهور بثور ومضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات ما قد يؤدي إلى الموت. لذا فإن البشر يتعرضون لخطر الإصابة بهذا المرض نتيجة التعرض للخدوش والعض من قبل هيدا القطط. خلونا نتابع.
ووجدت الدراسة يا سالي التي أجريت على مدى 8 سنوات وشملت أكثر من 13,000 حالة مصابة بمرض خدش القطة أن معدل الإصابة حوالي 5 حالات كل 1,000 نسمة، وهو معدل أكبر 100 مما كان متوقع، إلا أنه ما يزال منخفضاً. يعني ليا مثل ما شفنا انه في كتير عالم بتحب القطط، ويعني هي عندها بتربيهم بالبيت تمام، بس في إلها اعراض مثلا مثل ما هلا تابعنا بهيدا الدراسه غير الامراض الثانيه اللي بتسببها. هن حلوين بس مضرين. صحيح سالي. وين نروح هلا؟ حنروح هلا للعراق يا ليا، وفي محاوله للدمج بين الماضي والحاضر والقديم والحديث، صمم مهندس عراقي شاب لعبة ليزر جديدة للتنقيب في تاريخ البلاد الثري والذي يرجع إلى آلاف السنين. واللعبة التي تحظى بشعبية حول العالم مستلهمة من نظام التدريب القتالي للجيش الأمريكي، ويعود تاريخها نحو 40 سنة مضت، إلى أنه تم عرض صور مستوحاة من الحضارة العراقية القديمة ليتعرف هذا الجيل الجديد بمعلومات مفيدة عن تاريخ بلادهم وحضارتهم. وتزين جدران متاهة اللعبة بحروف من النص المسماري أو السومري، وهو أحد الأساليب المبكرة للكتابة ومن اختراع السومريين لتمثيل التاريخ العراقي وإيصال فكرة للفئات العمرية من 10 سنوات فما فوق عن تاريخ العراق بأسلوب بسيط وممتع. هلا يا سالي لوين وصلنا؟ هلا رح نروح ليا لنتعرف على مجموعة من المعلومات الغريبة بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتير بحياتنا بتمر يوميا بنجهلها وبنحب نتعرف عليها، ومعلومات بنعرفها وبنحب نتذكرها. هل تعلم انه المي بتشكل حوالي 90% من وزن جسم الإنسان؟ وهل تعلم أنه أول من وضع صورة على العملة هو الإسكندر المقدوني؟ وهل تعلم أنه المياه ممكن أنه تستخدم كأداة للقطع وبتكون أفضل من أي سلاح حاد؟ وهل تعلم أنه المرأة تأكل كمية أقل لما بتكون بصحبة رجل، وبالمقابل بتأكل الكمية الضعف إذا كانت مع صديقاتها؟ ومن بعد هالجولة خلينا سوا نقلب بصفحات التاريخ لنشوف مع بعض أهم الأحداث يلي شهدتها بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1888، بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز، أول إنسان تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ. وفي عام 1928 بدء أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين خلال 3 أيام في الأسبوع.
في عام 1953 الاتحاد السوفيتي يقوم بتجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى. في عام 1981 كانت البداية لظهور الحاسب الشخصي. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1887 إيرفين شرودنجر، عالم الفيزياء النمساوي الحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933. في عام 1919 عالم الفيزياء الهندي فيكرام ساراباهاي. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1827 الشاعر الإنجليزي ويليام بليك، الكاتب الألماني توماس مان عام 1929، وعالم الفيزياء الأمريكي ويليام شوكلي عام 1989. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. ليا مثل ما تابعنا بيسجل اليوم شخصيات كتيرة، وشخصية اليوم رح نشوفها مع بعض، خلونا نتعرف عليها سوا بالتقرير التالي. ويليام شوكلي هو فيزيائي أمريكي ولد في لندن لأبوين أمريكيين عام 1910. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1932. منح شوكلي درجة دكتوراه في التكنولوجيا، وعام 1936 كان عنوان أطروحته الحزم الإلكترونية في كلوريد الصوديوم. بعد ذلك انضم إلى مجموعة بحوث في مختبرات بيل بولاية نيوجيرسي. نشر شوكلي عددا من الأوراق الأساسية في فيزياء الحالة الصلبة عام 1938، وحصل على أول براءة اختراع وانخراط في مجال بحوث الرادار في المختبرات، ليصبح مدير أبحاث مجموعة العمليات الحربية المضادة للغواصات في جامعة كولومبيا. في عام 1944 قام بتنظيم برنامج تدريب لطياري القاذفة 29 لاستخدام تقنية جديدة في اكتشاف القنابل بالرادار. عمل على أبحاث الترانزستور النقطي، وقدم تصوراً عن إمكانية حقن النوع الموجب من البلورة بالإلكترونيات والنوع السالب بفجوات، وهو ما يسمى بحقن الأقليات الحاملة. قاد ذلك شوكلي لأفكار عن ما أسماه الترانزستور الساندويتش، ما أدى إلى اختراع الترانزستور الوصلة، والذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي عام 1951، وحصل بهذا على براءة الاختراع في 25 من أيلول عام 1951. توفي مخترع الترانزستور في عام 1956 بعد حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء. نبدأ صباحنا لليوم بنفس وبنفس رياضي عالي مع لعبة صار لها شريحة كبيرة من الممارسين والمشجعين بسوريا. صباحنا لليوم رح نبتدي مع اسم سوري حقق مشاركات خارجية واسعة بلعبة البولينج. أمير مارديني بطل الجمهورية بالبولينج وممثلة رسميا بالبطولات الخارجية، صار متواجد معنا أيضا، ومعنا السيدة سهى الخيمي مديرة تسويق في مؤسسة تواصل للأعمال التجارية. أهلا وسهلا فيكم بصباحنا لليوم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا ست سهى، وأهلا وسهلا أمير. أمير بطلنا بالبولينج، خلينا نحكي يمكن عن أهم الإنجازات يلي قمت فيها، خلينا نحكي عن أهم المشاركات، خلينا نحكي عن يمكن دائما استمراريتك بحصولك على المراتب الأولى بهاي اللعبة. في إنجازات أو مشاركات خارجية ومحلية. بالنسبة للخارجية شاركت بأكثر من بطولة عربية وبطولة السنة الدولية المفتوحة. عم بمثل سوريا بالبطولات الخارجية صار لي تقريبا ما يقارب 10 سنين.
البطولات المحلية كتير عملنا بطولات، منا ودية ومنا بطولة دمشق الرسمية، بطولة الجمهورية عملناها أكثر من مرة، وبال2015 حققت لقب بطل الجمهورية، والحمد لله لهلا اللقب مستمر. تمام تمام، رح ننتقل لك سيدة سهى لنحكي عن مكاني، هذا أبليكيشن أنتو من تصميمكم، خلينا نحكي عنه بالتفصيل ونشرح شو هو وكيف بلشت هيدا الفكرة. أول شيء أنا مثل ما تعودت دايما أول ما بلش بقول صباح الخير سوريا، بشرفنا طبعا أن نكون معكم على هوا الأهلية سهلة لحتى نعطيكم هيك لمحة بسيطة عن هيدا المشروع. مكاني هو أبليكيشن تطبيق على الموبايل، هو أول دليل إلكتروني سوري، طبعا إن الفخر أنه هو صناعة سوريا بامتياز، صناعتنا نحن من شركتنا كمان، يعني هو إن هاوس، فنحن ما جبنا خبرات خارجية، جبنا خبرات سورية وهي اللي عملت هذا الابليكيشن. نحن سوري رح نتابع الحديث، خلينا بس نروح نشوف لقطات ونرجع نحن والمشاهدين. عاملين بطولة هي عبارة عن جولات شهرية وبتنتهي بآخر السنة. لهالبطولة هي بطولة البولينج، لعبة حلوة كتير بيلعبوها الصغار والكبار، ما لها متعلقة بعمر يعني، فنحن عاملينها للمشاركة انه عم يجتمعوا هالشباب كل شهر بنجمعهم مرة ونعمل هالبطولة هي ويتسلوا فيها، ظريفة. انا من المشاركين باللعب هون، عدد المشاركين تقريبا 63 واحد، وعاملين فيها نظام من 63 بيطلع بضل 16 وال 16 بيضل هيك حتى يطلع أول ثاني ثالث رابع. هي عبارة عاملينها كل شهر بنعمل فيها بطولة، لشهر 12 عم ناخد الماسترز الأول ثاني ثالث وأعلى سكورات، فالمشاركة كتير حلوة وإن شاء الله هيك الله يوفقنا بها الشباب الصغار الحلوين. بتلاقي إعجاب للشباب جيد يلي بيحب يلعبها، لأنه هي لعبة بدون عمر، بيلعبها الصغير وبيلعبها الكبير، في أعمار كبيرة يعني، في عنا نحن أعمار بتبلش من 10 سنين تنتهي بستين سنة، تمام؟ ما هي لعبة طابة ولا هي لعبة بينبون، لعبة أنا بالنسبة إلي من الصغير للكبير ممكن أنه مين يلعبها. حبيت اللعبة، مارستها من زمان، من سنوات بمارسها، بعدين شوي شوي طورت اللعبة، صرت بالمنتخب، هي لعبة حلوة يعني ممتعة يعني جميلة. يعني زميلتنا لينا شيبون كانت مبارح متواجدة، ما بعد ما تابعنا رح نكفي حديثنا معك سيدة سهى، كنا عم نحكي عن الابليكيشن مكاني، عن التفاصيل تبعون، تابع حديثنا مع بعض. تمام، مثل ما حكينا أنه مكاني هو تطبيق على الموبايل، هو أول دليل إلكتروني سوري، بيجمع كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية بمكان واحد يلي هو مكاني. هو باختصار الدليل الأول من نوعه على المستوى الخدمي، نحن عم نقدم خدمة بالأخير للمشترك وخدمة للمستخدم، هو صلة وصل للسوق السورية. فأنا بنصح كتير اليوم اللي لسه ما له محمل مكاني، من أصغر شاب أو صبية لأكبر رجل أعمال بسوريا، لازم هذا الدليل يكون بين إيدينا، لأنه هو اليوم البوصلة يلي ممكن تدلنا على شو في قطاعات موجودة بالأسواق التجارية. نحن كتير اشتغلنا عليه، بذلنا كتير من الجهد والتعب لحتى وصلنا لهون، اليوم هو داخل بالسنة الثالثة فعمره 3 سنين، وهذا الشيء كتير مهم لأنه الداتا اللي بقلبه قاعدة البيانات هي اللي تم يعني عملنا لها مسح من خلال فريق العمل اللي كان عبارة عن 100 شاب وصبية، زلنا على الأسواق وعملناه. فهو الدليل الداتا اللي بقلبه هي المهمة كتير، لأنه هي الداتا المحدثة خلال فترة الأزمة. نعم، ولما كان له علاقة كتير بلعبة البولينج، نحن خلينا نحكي عن هذه اللعبة وعن علاقتها مع الابليكيشن. أوكي، هلأ الهدف الأول نحن اليوم أنه نجمع أكثر عدد من المستخدمين، نزيد شريحة الناس اللي عم تستخدم هذا التطبيق. فخلقنا هاي الفكرة، البولينج هي رياضة موجودة من زمان من العهد الفراعنة،
وبتقريبا اواخر القرن 11 ب 1800 تقريبا انه هي صارت موجوده بانجلترا. فمعروفه كثير على مستوى العالم، بس نحن عندنا بسوريا ما لها كثير، ما لها اخذها الصدى القوي. يعني هي كثير رياضه مهمه لانه ممكن تعمل على تعزيز القدرات الحركيه والدماغيه، يعني فيها كثير بذل مجهود. وانا وقت عم كون موجوده معاهم بالبطوله عم شوف قديش عم يبذلوا مجهود كثير كبير لحتى يعني 12 ساعه لعب، هي ما لها قليله ابدا. أكيد. فاليوم بالاضافه لهذا الشيء على المستوى الاجتماعي كسوشيالي، انه هي اليوم رياضه الجد ورياضه الحفيد، هي عم تجمع العيله. فانت اليوم وقت عم تطلعي على البولينج عم تقضي وقت كامل مع عائلتك وعم تسوي شيء ممكن انه يكون ترفيهي. الهدف تبعنا كما كاني نحن اليوم نزيد اكثر ما بنقدر عدد مستخدمين، نقدر نوصل لاكبر شريحه ممكنه. لازم انه الكل يستخدم هذا التطبيق. فتواجدنا بهاي البطوله وخلقنا لها شيء اليوم انه على يعني بالشهر يعني نكمل بالشهر بالشهر لازم تكون مره انه عم تجتمع العائله والاصحاب والاشخاص اللي مثل مستر امير بنتشرف فيهم نحن. يعني اليوم بطل الجمهوريه يكون معنا موجود بهي البطوله شيء اكيد بيرفع على اكيد يعني في هدف بتكون توصلوا له، وان شاء الله يا رب رح توصلوا له بعد هاي الجهد. رح ننتقل لك امير ونحكي عن مشاركتك امبارح، كيف كانت المشاركه وشو النتائج؟ المشاركة مبارح كانت الحمد لله يعني مشرفة، بس كان في كتير مستويات كتير عالية. حاولت نافس، في ناس أبطال طلعوا بمراكز أولى، أنا للأسف ما توفقت مبارح، ما كنت متوفق لأكثر من ظرف، فطلعت مركز رابع. نعم أمير، اليوم لعبة البولينج بسوريا لوين وصلت؟ قديش يمكن في عالم عم تحب تلعب بولينج بس يمكن ما عندها المهارات أو ما عندها الشيء الأكاديمي أو الشيء الصحي يتعلموا هاي الرياضة، اليوم وين صرنا؟ يعني بالسنين القبل أو السنة الماضية استضفناك وحكينا قديش يمكن عم تبذلوا مجهود لتسليط الضوء على هاي اللعبة ولا تدريب أكبر عدد ممكن من الناس، خلينا نحكي اليوم وين صارت. هلا لا شك انه خلال السنوات الاخيره تطورت شوي اللعبه نتيجه طبعا فتح صالات جديده، زياده رواد العالم لهي الصالات ولفت نظر هالعالم لهي اللعبه. طبعا كثير ناقصتنا نحن الامكانيات والدعم سواء المادي او التجهيزات والمعدات مشان نقدر نطور اكثر من هاللعبه بشكل اسرع. بس ضمن الامكانيات المتاحه وصلنا لمرحله كثير متقدمه، والحمد لله عم بيطلع من بلدنا ابطال ومواهب جديده، كل فتره عم تطلع موهبه جديده والحمد لله عم بيثبتوا جدارتهم على ارض الواقع. حلو. تمام، يعني اكيد سوريا مو غريبه عليها انه تخلق ابطال مبدعين. عم نشوف بطولات كثيره بظل الظروف الحرب اللي نحن عم نعيش فيها، واكيد عم نشوف عقول، عم نشوف ابداع، وخصوصي بهذا الابلكيشن يلي قلتي لي عمره 3 سنين سيده سهى. خلينا نحكي كيف بديتوا الشغل فيه وقديش واجهتكم مصاعب ولكن انتم تجاوزتوها لهدف انه يخلص هذا الابلكيشن ويحقق الفايده بكل المجالات. هلا دراسات تنفيذيه لهذا المشروع اخذت 3 سنين، طلقنا بالبدايه 2015 وكان بفضل الله معنا مجموعه من خيره خبره شباب سوريا. يعني نحن هذا المشروع كثير متوجه لدعم الشباب السوري، فحققنا الشيء اللي بدنا اياه انه كان معنا مثل ما عم اقول لك اكبر الخبرات الموجوده وما زالت، وكل ماله الفريق عم يكبر. فريق العمل اليوم وصل ل 200 شخص تقريبا ما بين سوريا، ما بين دمشق وباقي المحافظات السوريه. فانطلقنا كثير انطلاقه حلوه وماشيين على نفس النهج، يعني نفس المنهج اللي احنا بلشنا فيه، انه هذا الابلكيشن بده يصير مثل ما عم اقول لك بكبسه زر توصلي انت للشيء اللي بدك اياه، لانه هو بيرسم لك خريطه كيف انت بدك توصلي للمكان اللي انت بدك تروحي له. من هون جاي المسمى اللي هو اسمه مكاني. انه انا اليوم موجوده هون بقناه الاخباريه السوريه، بدي انزل على سبيل المثال على جامعة دمشق، كيف بروح؟ بيوصلني هو عن طريق الخريطة. هذا الابليكيشن كتير مهم وكتير ضروري، واليوم مثل ما قلت لك عدد المشتركين زاد معنا أكثر، صار معنا أكثر من 50,000 مشترك، رقم ما له سهل أبداً إنه يكون معك فعاليات سورية كلها على مستوى البلد. وفضل الله الحمد لله عدد المشترك كمان المستخدمين عم يزيد أكثر وأكثر، ماشيين مثل ما عم قلت لك بنفس الرؤية إنه نحن اليوم يكون معنا أكبر عدد ممكن من اليوزرز.
شريحة المستخدمين هي المهمة بالنسبة لنا، عشان هيك عم نتواجد بأكثر الإيفنتات اللي ممكن إنه تساعدنا لحتى نحن نجمع هاي النخبة وهذا هدول الناس كلهم يعرفوا شو هو مكاني وليش لازم إنه نكون نحن عم نستخدمه. نعم أمير، خلينا نحكي لأي حدا حابب أو بحب يتعلم لعبة البولينج، شو هي الشروط الأولى يلي لازم يكون حاصل عليها، أو شو هي الخطوات الأولى يلي بتدربون عليها؟ يعني من أول ما حدا يدخل هيك لعندك ما بيعرف شيء وبده يتعلم بولينج، شو بيعمل؟ إحنا أول شيء هي رياضة بتعتمد على التركيز وفي مهارات معينة جسدية لازم توفر عند اللاعب، هي نحن بننميله إياها شوي شوي بأول التدريب، منكرر كتير الحركات اللي مندربوا عليها أول شيء مشان تكون البرمجة اللغوية العصبية تبع الحركة هي خلص أخذ عليها. هي ما بتتطلب قوة كتير؟ لا القوة بتفيد بس عدم وجودها كمان ما بيأثر. ممكن تنش الفل الطابة بقوة بتيجي برا. هلا هي النقطة اللي رايحة فيها الطابة بالضبط، النقطة اللي رايحة فيها الطابة هي تلعب دور أكثر من القوة، بس القوة ممكن تساعد أكثر في حال الحظ لعب ضدك. وين نقطة التركيز تكون؟ ما بين البن أو الأنينة بنسموه بالعربي الأنينة، ما بين البن الأول والثالث أو الأول والثاني حسب كيف طريقة اللاعب، كيف عم يلف الطابق أو كيف عم يلعب ستريف. كيف نظر كيف التركيز بده يكون، كيف بتصوب يعني؟ هلا التركيز بيكون في أسهم بالأرض بأرض البولينج، في في نقط معينة بدك تلعب عليها، فتركيزك بيكون عليها وبيغض النظر عن البنات الموجودة. يعني تركيز فكري وذهني وجسدي. طبعا في توازن جسدي. تمام. رح ننتقل لك سيدة سهى لنحكي عن الترويج يلي روجوا مكاني هاد أبليكيشن للعبة البولينج. هلا اكيد كثير عم يكون في احنا عاملين كثير هذا الايفنت على اعلى المستويات، عم نهتم من بدءا من التنظيم للاداره لحتى للماركتينج لحتى يطلع هو بالصوره الامثل لهي الرياضه اللي هي كثير مهمه اليوم. وانا بدعو من خلال قناتكم انه لازم اكبر عدد ممكن يكون موجود معنا، يعني اليوم اي حدا مهتم انه هو يكون موجود ببطوله البولينج فبيشرفنا هذا الشيء لو حتى كان هاوي. لازم اليوم نركز على هذا الشيء لانه الشباب السوري بحاجة انه يفرغ شوي طاقات في بهذا الموضوع، فاليوم اللي بيحس حاله انه هو عنده لو هواية انه يتفضل لعنا ونحن كتير بشرفنا. نعم، شو هي يمكن بقلب الابليكيشن، شو هو او خلينا نحكي كماركتينج، كيف عم تسوقوا للعبة البولينج او من خلال الابليكيشن اي حدا بينزله بينزل على الموبايل او على يعني اي تاب اي شيء حامله؟ شو هو الشيء اللي بيخلي الناس هي يمكن تنجذب للعبة البولينج؟ هلا اول شيء هو هذا الابليكيشن ممكن استخدامه على كل انظمة التشغيل على الاي او اس وعلى الاندرويد، فنحن اذا معي ايفون ممكن انه يتحمل، معي ايباد ممكن انه يتحمل، معي اي موبايل اندرويد ممكن انه يتحمل. المشكلة دائما بالابليكيشن انه الابليكيشن ممكن ينزل مثل ما قلتي على الاندرويد وما ينزل على الايفون، فمكاني بينزل على الايفون بينزل على الايفون ممكن. بينزل على الاندرويد. من خلال مكاني نحن اليوم في عنا نوافذ هي كلها اعلانية، ممكن انه اي مشترك يكون موجود معنا بهي النوافذ من خلال بانرات ومن خلال صفحات اشتراك ومن خلال نوتيفيكيشن. موضوع الاشعارات كتير نحن مهم، فبطولة البولينج بحد ذاتها كوننا نحن هي الشركة الراعية لها ومكاني هو مشروعنا، فأكيد نحن عم نروج لبطولة البولينج من خلال مكاني، من خلال هاي النوافذ الإعلانية عن طريق إشعارات بتوصل بشكل دوري إنه نحن اليوم في عنا هاي البطولة، من خلال البنرات اللي هي موجودة كمان، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك اليوم، بنخلق صفحة لهذا الإيفنت وبندعي عليه أكبر عدد ممكن وبنوصل مع الأبليكيشن بنفس الطريقة. فهذا الشيء اللي عم يكون عن طريق الترويج، بالإضافة إنه على الأرض كمان نحن عم نحكي إنه نحن اليوم عم منظمين لهي البطولة، فلازم إنه تكونوا موجودين معنا، وبفضل الله الحمد لله يعني صار معنا في أكثر من 60 مشترك لهلأ. نحن هلأ بالجولة الخامسة صرنا لبطولة البولينج، بلشنا وماشيين فيها لآخر السنة، وبآخر السنة حيكون في جائزة كبرى يلي بيحصل أكثر عدد نقاط على مستوى ال 12 شهر، اللاعب اللي بياخد هو المركز الأول أو بيكون نقاطه هي الأعلى حيكون في له جائزة كتير مهمة، وإن شاء الله يا رب ماشيين يعني مستمرين بهذا الموضوع إن شاء الله. أمير، في مستويات مهمة بالبلد، ويمكن مثل ما ذكرت من شوي إنه مبارح كانت اللعبة كان في منافسة، يعني حتى كيف عم نشوف يعني تقدم لعبة البولينج بسوريا، كيف عم نشوف عنا شباب ممكن يكونوا ببطولات عالمية؟ طبعا طبعا أكيد عنا قدرات. طبعا أكيد هلأ كثرة البطولات اللي عم نعملها
هي بتزيد احتكاك اللاعب مع اللاعبين الآخرين، بتزيد الخبرة تبعه، بالتالي هو لحاله عم بيتطور بدون مساعدين. في ناس معينة مثلا حابة توصل لهدف معين أو تصير محترفة، يعني تطلع من مستوى الهاوي، فعم تلجأ لأشخاص معينين عم بيساعدوهم بكتير شغلات، ومع نتيجة الاحتكاك والبطولات اللي عم تصير كمان عم بيقوى تركيزه أكتر وبتقوى ثقته بالنفس أكتر وبيكسر حاجز الخوف تبع البطولات. نعم سيدة سهى، يعني بعد ما تعرفنا على هذا الابليكيشن إن شاء الله يا رب يحقق الفائدة لكل يلي هلأ عم يشوفونا، يعني اللي بدهم ينزلوا لهذا الابليكيشن، كلمة أخيرة منك يعني لكل يلي عم يشوفك هلأ ويتابعك. كلمة الأخيرة اللي بقولها إنه بنصح لسه اللي مو مستخدم مكاني أو ما بيعرف عن مكاني، لازم نحمله عن طريق روابط التحميل الخاصة فيه، عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فينا. أنا حأذكرهم هيك باختصار وبسرعة. ممكن إنه نحمله عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو www.makanisyria.com، أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك facebook-makanisyria، أو من خلال التواصل معنا على رقمنا الرباعي 9297. بشرفنا أكيد تكونوا كلكم معنا، ونحن بحاجة اليوم لدعمكم لنضل ماشيين مستمرين، ومكاني حتلاقوه بكل مكان بإذن الله. أكيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا أمير. نحن بدنا نتمناك تضل دائما بالمراكز الأولى ومتربع يمكن على عرش البولينج، ويمكن عم تعطي هاي الخبرة لأجيال وأجيال. شكرا كتير لك بطل سوريا بالبولينج. شكرا كتير لك أمير. شكرا لكم. شكرا لكم. ويسعد صباحكم مرة ثانية. شكرا كتير. سوريا أكيد يا سالي الولادة، أبناء مبدعين لا يمكن أن ينطفئ الصوت الحضاري والثقافي فيها، فالمبادرات الفنية والمهرجانات لم تتوقف يوما واحدا بمختلف المحافظات، بل حملت في كل مرة رسالة مختلفة أجمعت أن شعب سوريا لا يموت. واليوم تحضيرات مكثفة لانطلاق ملتقى الشباب للفنون بالسويدة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا شام حمدان. هذه السواعد لا يمكن لها إلا أن تبني وتنشر مواطن الجمال في سوريا. تحضيرات مكثفة ومتابعة مستمرة بدأت بها كلية الفنون الجميلة بالسويداء تحضيراً لملتقى الشباب للفنون الذي سينطلق في 13 من الشهر الجاري ويستمر لمدة 15 يوماً. المهرجان عم ياخذ طابع فني وعم ياخذ طابع جمالي. الطابع الجمالي عندي عم ياخذ نقاط بناء حضارة جديدة، توثيق حضارة لهذه البلد، وهذا كثير بتهمني القضية. ناخذ من طبيعة المنطقة بموضوع إعادة التدوير. الملتقى يضم عددا كبيرا من الفنانين والطلاب والأساتذة، تتنوع نشاطاته بين مختلف الفنون، ويعتبر الملتقى الثالث الذي تقيمه الكلية، لكن ما يميزه هذا العام اتساع نشاطاته وغزارتها ليرقى إلى مستوى أول مهرجان للكلية في المدينة. إن 15 حفلة يوميا على مسرح كلية الفنون الجميلة، فالحفلات مجانية عم تتقدم أهالي السويداء بتجي بتشاركنا بالأعمال الفنية، وهذه شاركتنا فيها اتحاد شبيبة الثورة وفرع الحزب والمحافظة وجامعة دمشق، هن اللي عم يقوموا معنا بالتعاون مع كل المؤسسات الدولية لإقامة النشاطات الليلية والنشاطات الليلية. يحمل الملتقى بين طياته كثيرا من المعاني والأهداف السامية، تبدأ من إعمار الإنسان السوري مروراً بنشر الفن والثقافة في شوارع المدينة. طلابنا بكلية الفنون الجميلة قدموا تصاميم لإعادة إعمار نفسية الإنسان بهذه المحافظة، فأخذنا معالم نحن بهذه البلد من القطاع العام، من الخدمات، فقدمنا لهم هذه التصميمات بحيث أن تغير من نفسيته للإنسان بالألوان، بطبيعة العمل، تأخذ من نفس طبيعة المشروع. كل جهة بضمن اختصاصه وضمن الشيء الموجود عنده هل عم تقدمه كفريق عمل واحد، وصلنا لنتائج كثير رائعة من حيث كل مؤسسة بتكمل دور المؤسسة الثاني لنطلع بنتائج ملموسة. يشكل الملتقى حدثاً منتظراً ضخماً على مستوى المحافظة، سيترك بصمة واضحة في رفع قيم الجمال ومواطنها، ونافذة حضارية تواجه بها سوريا من يحاول طمس هويتها الثقافية.
بداية جولتنا الثقافية لليوم مع معرض الكتاب، فمع استمرار الفعاليات المرافقة للمعرض في دورته 29 بمكتبة الأسد، حيث قام الكاتب فراس السواح بتوقيع كتابه الجديد أو مجموعة كتبه وأعماله الكاملة. خلونا نتابع مع بعض. في هذا العام بهذا المعرض بتنظيمه، بكمية الكتب المعروضة فيه، بتنوع الكتب، بالإقبال، أهم شيء الإقبال. الإقبال جيد، الناس عم تشتري، عم يعطيني الانطباع أنه سوريا تتعافى، سوريا تتعافى، وسوريا بخير، وسوف تنتقل إلى مزيد ومزيد ومزيد من التعافي ومن الصحة، وسوف تعود إلى سابقها. مشاركة دار التكوين هذا العام في معرض الكتاب بهالتظاهرة الثقافية الكبيرة بوسط مدينة دمشق هو نصر ثقافي حقيقي لسوريا. هذا المعرض الكتاب، ومن هنا جاءت مشاركة دار التكوين في هذا المعرض، ودعت الأستاذ فراس السواح من بكين إلى دمشق، لأننا في هذا العام أنهينا أعماله الكاملة في 23 مجلدا. دعوناه من الصين كي يوقع أعماله الكاملة، وهذه هي المرة الثانية التي وقع فيها ضمن المعرض بناء على طلب القراء بشكل يومي لكتبه. هلأ بعد 5 سنين غربة، سواء سوريا كانت بأزمة أو بغير أزمة، كل سوري لازم يعرف أنه مثل سوريا ما في. وأنا كبنت سورية مواليد 55، سوريا ما في شيء بقتلها، سوريا بتعيش، سوريا بتستمر، الحرب بتخلص ونحن بنستمر. وإلى الحسكة، فتحت عنوان تحية لروح الشاعر جاك شماس، اختتمت مديرية ثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة فعالية الأسبوع الشعري، والتي أقيمت في المركز الثقافي بمشاركة عدد من الشعراء. وتضمن الأسبوع الشعري إلقاء عدد من القصائد الشعرية، وصفت الشاعر الراحل والفخر بقصائده الملتزمة بهموم الوطن، إضافة للقصائد التي تغنت بانتصارات الجيش العربي السوري. خلينا نتابع مع بعض مع زميلنا أحمد الحمدوس. الذي لولاه لم أتكاملي، وأعود أنشر في فضاه حكاية، وطن القصيدة والقصيدة منزلي. قمنا هذا النشاط لنكسر حاجز إقامة الأنشطة المسائية، وهي دعوة لجميع الرواد المركز الثقافي وأصدقاء المركز الثقافي بالحضور والمشاركة، و يعني مشاركتنا في هذه الأنشطة الثقافية لنرتقي بالعمل الثقافي على مستوى المحافظة، ونخرج من عباءة هذه الأزمة، الأزمة التي وقعت على كل شيء في سوريا. هو شيء مفرح وجميل رغم كل الصعاب وكل المخاض الذي تمر به بلادنا، ونحن في الحسكة بخلاف جميع المحافظات السورية منذ أكثر من 6 سنوات لم نكن نأتي إلى المركز الثقافي بنشاط ثقافي مسائي. كنا نحن في اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة نقوم بتنفيذ أنشطتنا الثقافية صباحا أو في الظهيرة. هذا الحدث هو بحد ذاته عيد لهذه المحافظة التي غاب عنها لمدة 6 سنوات خلت. طبعا هذا المهرجان في يومه الختامي الأخير هو رثاء لفقيد الخابور الشاعر الراحل جاك صبري شماس، وهنا كلنا مجتمعون لنقول لدمشق أسعد الله مساءك من الحسكة. ها نحن نعود من جديد
بشعراء هذه المحافظة. كانت هذه الفعالية دليل واضح على عودة النشاط الثقافي لمحافظتنا في ظل هذه الأزمة التي تمر على بلادنا، ولا شك أن هذا يعني يدل على أنه هذا النشاط الثقافي هو أحد الأسلحة التي نشارك بها في مواجهة هذه الأزمة التي ستزول إن شاء الله. مبادرة جميلة من مديرية الثقافة في محافظة الحسكة بعودة النشاطات المسائية بعد توقف دام لفترة من الزمن نتيجة الظروف التي مرت فيها محافظة الحسكة. نهاية الثقافية من العراق، حيث يقوم يزيديون عراقيون يعيشون في بلدة قريبة من الموصل بإعادة ترميم مزار قام بتدميره تنظيم داعش الإرهابي قبل 3 سنوات. بدأت عمليات إعادة إعمار المزارات قبل نحو شهرين، ويمول البناء متبرعون، ويعمل على إعادة البناء شبان متطوعين، ويلتقي رجال وفتيان يوميا بالمزار الملكي ببلدة تبعد أو ببلدة بعيد بناء قبة المزار عليها لفجرها تنظيم داعش الإرهابي. سالي، أكيد مع العراق منكون وصلنا لختام نشرتنا الثقافية. فاصل ومننتقل لفقرتنا الثانية. محطتنا التالية يا سالي رح تكون مع عالم الصحة، ورح نحكي اليوم عن مرض يعتبر من أكثر الأمراض التي يراها طبيب الغدد هذه الأيام، ألا وهي البلوغ الباكر لدى الأطفال. لنتعرف على أعراضه وأسبابه وأكيد العلاج. بسرنا نرحب بالدكتور، أكيد وضيفنا الدائم من أهل البيت، دكتور زياد زودي الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. سهلا فيك ليا سالي. أهلا وسهلا. صباحكم. بالبداية دكتور خلينا نحكي أو نتعرف على أعراض هذا المرض. هلا البلوغ الباكر وقت يظهر بعمر أقل عند البنات من 8 سنوات وعند الصبيان أقل من 9 سنوات. شو هي علامات وأعراض البلوغ الباكر؟ عند البنت بينهضوا الثديين، عند الصبي بيكبروا حجم الخصيتين حجم القضيب، عند بيطلع أشعار بالوجه. علامات البلوغ بشكل تماما بيطلع حبشباب، وعند الجنسين يعني ظهور الاشعار، اذا صار ريحه الجسم عند الطفل قريبه من ريحه الجسم عند الكبار، كلها علامات بتقلنا انه في شيء عم يتغير. كمان النمو بصير بسرعه اكثر بهالفتره، بس في له مشاكل كثيره رح نحكي عليها. بس التعريف هو هاد، يعني انه تحت 8 سنوات عند البنات وتحت 9 سنوات عند الذكور، هي وتبدا العلامات معناتها عندنا بلوغ باكر. نعم دكتور، يمكن بالسنوات الاخيره عم نشوف بلوغ كتير كبير، عم يكون بشكل اعداد كتير كبيره عند الشباب والبنات ايضا. خلينا يمكن ننور الاهل، خلينا نعرف الاهل من شو بصير هذا البلوغ، يمكن طبيعه المناخ او طبيعه الغذاء او في عوامل كثيره ليا. هلا العامل الوراثي بيلعب دور، نمط الحياتي بيلعب دور اللي بنحكي عليه، بس بدنا نقول نحن في عنا الغدة النخامية الموجودة بقعر الجمجمة، في فوقها شيء بنسميه الهيبوتالاموس ما تحت النهاد، هذا بيعطي هو تحفيز للغدة النخامية وبيخليها تفرز هرمونات الـ FSH والـ LH، وبيأثروا بالتالي على الخصيتين عند الذكر وعلى المبايض عند الأنثى، بينفرز التستوستيرون والإستروجين، يعني الإستروجين عند النساء والتستوستيرون، بيؤدي لتبدأ مرحلة البلوغ. هلا ليش بتصير هالامور قبل بوقتها؟ في كتير عوامل حقيقة بتلعب دور، نمط الحياه بيلعب كتير دور، ونحن بسبب نمط الحياه اللي عم يصير لسوء الحظ اسوأ واسوأ. دائما بنحكي بحلقاتنا قديش مهم اكلنا يكون صحي، نبعد عن المدونات، نبعد عن المواد الحافظه، عن المكعبات، عن البودره بكل انواعها، عن المشروبات
الطاقة وما إلى ذلك، يلي مليانة مواد حافظة عن الأجبان المدورة والمربعة، يلي هلأ نحن بشهر آب تنحط برا بلا براد وما بيصير له شيء، مليانة مواد حافظة هي صح. قد ما بنقدر بدنا نبعد عنها، كتير بتأثر وبتعمل اضطرابات هرمونية وبتسرع بالبلوغ، زيادة الوزن بتسرع بالبلوغ، قصور الدرق دائما نحن حكينا عملنا حلقة عن الغدة الدرقية صح. وقلنا قديش مهم نعمل تحليل TSH بالأسبوع الأول من حياة الوليد، لأنه قصور الدرق بيأثر بشكل سلبي، غير بيأثر على الطول، بيأثر على الذكاء، بيأثر على النمو، بيعمل بلوغ باكر كمان عند أوقات التعرض للإشعة بيلعب دور كتير مهم، الاحتباس الحراري كمان عم نقطع الأشجار كلها، عم يصير تصحر، عم ترتفع درجة الحرارة، كله عم يأثر، عم يؤدي لهالبلوغ الباكر. معناته احنا في عنا كتير علامات، بس نحن بدنا ننبه الأهل انه وقت يحسوا هن انه ابنهم او بنتهم عم ياخذوه عن طبيب الأطفال، عم يحسوا عم يعطوه يعني لقاحاته، عم يعطوه عم بأي مرض تاني، عم يحسوا انه في شيء ما انه ظابط، حتى لو لأنه نحن بوقت تبدأ البلوغ بعمر باكر بيكون هو او هي أطول من أقرانها بهالمرحلة هي، بس هي مرحلة مؤقتة بعدين هي بتضل محافظة على حجمها. لأنه شو نحن المشاشات بكل مفصل من المفاصل بيأثروا عليها الهرمونات الجنسية، بعدين بتلتحم بعمر باكر، بيصيروا رفقاتهم يلي بيصير عندهم البلوغ بعمر طبيعي بيضلوا يطولوا، هن ما عاد يطولوا، يعني بيمصطوا الأهل إنه هن أطول من أقرانهم هلأ، بس هي مرحلة مؤقتة. تمام، يعني دكتور هذا شيء خطر، يعني هناك خطورة بالبلوغ المبكر، شو الخطورة يعني اللي فينا نحكي فيها اللي بتكون يعني غير مقبولة أو غير قابل تداركها؟ سالي بدنا نقول لكل مشاهدينا بالعالم كله والإخبارية مشاهدة وين ما كان، واليوم دقولي من عمان مشاهدين عم يشوفونا ونحن كثير مبسوطين، كده نوجه تحية لكل المشاهدين بكل وين ما كان عم يحضرونا، خاصة يمكن فقرة دكتور زياد متابعة بشكل كثير كبير من أهل البيت. بدي أقوله إنه تصوري سالي إنه طفل أو طفلة بعدهم لسه أطفال هن وما هيك صار عندهم بلوغ، يعني الهرمونات الجنسية عم بتأثر، صار هن رغبتهم الجنسية، صار حتى يعني بده يأثر عليهم نفسيا، بده ينظر لهم المجتمع بشكل صار مظهرهم خارجي مظهر رجال أو مظهر أنثى، وهن لساتهم أطفال. هي أهم شغلة عم ينعكس عليهم بشكل سلبي كتير، والقصة بتضل معهم بشكل دائم، عشان هيك كتير مهم نحن ما ننتظر حتى يصير في دورة شهرية حتى البنت ويدقوا لنا دكتور صار في دورة شهرية شو بدنا نساوي، دورة شهرية ما بتجي بين يوم والتاني تماما، وقت يصير في نهوض بالثديين يطلع شعر المنطقة العانية يتغير يعني المظهر، ريحة البنت أو الصبي يصير قريب من ريحة البالغ، وقتها بدنا نحن يعني هي علامات إنذار تقلنا أنه لازم نراجع طبيبنا أو طبيبتنا، طبيب الغدد هو الحقيقة اللي بيعطينا الشيء المناسب، وندور عن الأسباب، لأنه أوقات في أسباب لحسن الحظ بين قوسين نادرة، بس في أورام تنتج هرمونات بكمية كبيرة وبتأدي لهالشي ولازم نتدخل بشكل سريع. نعم، طيب دكتور خلينا نحكي عن حالتين، إذا الأهل عبكير راحوا عند الدكتور شو هي الخطوات الأولى يلي بيقوم بتنفيذها دكتور الغدد خاصة، وإذا فات الأوان وتم البلوغ ما عند الذكر أو الأنثى وكمان راحوا عند دكتور شو هي الإجراءات يلي لازم؟ لا يعني نحن بدنا نعرف شو السبب، مثل ما قلنا أسباب الورمية موجودة لو أنه هي نادرة بس موجودة، إذا في عنا ورم على الخصية عند الذكر، إذا في عنا ورم بالكزر الغدة اللي فوق الكلية اسمها الغدة الكزرية، إذا في عنا ورم بالمبيض عند الإناث هي بتنتج هرمونات جنسية وبتؤدي لمشاكل كبيرة، إذا الورم دغري نحن تحرينا عنه بدنا نعمل أوقات يعني مشكلة بالغدة النخامية في أورام بتصير فوق، بدنا نعمل حسب يعني نفحصه أو نفحصها ونطلب تحاليل هرمونية، نطلب صور إيكو، نطلب مرنان وعلى ضوءه نتوجه ومنعالج السبب. هي كتير شغلة مهمة، وكل ما دخلنا بشكل باكر أكثر كل ما عطينا نتيجة أنجع وأفضل. تمام، خلينا نحكي عن العلاج دكتور، إمتى منوصل للجراحة؟ يعني إحنا ممكن نعالج بالدواء وإمتى إنه الدواء هو ما عاد يفيد فنحن منلجأ للجراحة؟ سالي إذا عنا ورم الجراحة هي الحل الأساسي هون، في عنا ورم بالخصية، عنا ورم بالمبيض، عنا ورم بالكزر، عنا ورم بالنخامة، ورم بالنهاية بده استئصال تماما. هلأ إذا نحن عنا زيادة، لأنه
أكثر الأسباب سالي هي مثل ما قلنا في تحريض من الغدة اللي فوق الغدة النخامية اسمها ما تحت المهاد الهيبوتلامس، ومندور ما منلاقي فيه سبب. أوقات العامل الوراثي بلعب دور هون، بدنا نعطي إبر، في إبر تنعطى كل 28 يوم وهي موجودة بالعالم من أكثر من 35 سنة. لوقت نحن بيقولون الدكتور ما بدنا نلعب بالهرمونات، هي إرادة رب العالمين. هون لا، أعطانا المعرفة رب العالمين مشان نحن تكون بين إيدينا ونصلح خلل موجود نلعب بالهرمونات. يعني بدنا نعطي وقتها هالعلاج هذا ونبدأ فيه باكرا ما أمكن، وكل 28 يوم وبنعطى، وقت نعطى نحن بأمان الطفل أو الطفلة رجعت مثل رفقاتها وأمورها بألف خير. وبدها كل 28 يوم تكون يعني متابعة من قبل طبيب الغدد. نعم، هل مرحلة العلاج يلي الأطفال يلي بلغوا بكير هي بتكون صعبة شوي؟ إذا ما في جراحة خلينا نحكي أو طويلة الأمد؟ هلأ حسب العمر يلي بتبدأ فيه أو بيبدأ فيه. نحن العلاج هي الإبر، العمر الشائع هلأ حاليا يعني هلأ إذا شفنا نحن تحت 8 سنوات بدها تنعطى للعشر سنوات، يعني سنتين زمان. هلأ الدواء آمن جدا جدا، موجود بالعالم من أكثر من 30-35 سنة. نحن بننبسط وقت يكون الدواء موجود من زمان، لأنه وقت يكون الدواء أول شيء يعني يجرب على الحيوان بعدين بنحط على الإنسان. بس أوقات بعد ما بنحطه على الإنسان بعدة أشهر أو بسنة سنتين لقي له مشاكل بينسحب من السوق، والدواء مثل هذا اللي بيأخر أو هرمون النمو يلي بنعطيه وقت يكون في عنا مشكلة بالطول، إنه الطول مانه كافي بنعطي هرمون النمو. دخيلك ما بدنا نعطي هرمون النمو لأنه هذا بيساوي عقم، يعني ما بيساوي عقم، والدواء موجود بالعالم من 35 سنة. تمام. يعني بكرة بنعمل حلقة عن موضوع الطول وبنحكي قديش مهم كمان هرمون النمو وإعطائه وقت يكون في ضرورة لإعطائه بعمر هلا كتير مهم. بتذكر وقتها كتير من المشاهدين اجا اتصالات كتير على هذا الموضوع، لازم كمان نتطرق له. تماما، بقى كتير مهم نحنا نعطي العلاج المناسب وباكرا ما امكن. وانا دكتور قديش باكرا ما امكن؟ كل ما نحنا شفنا شيء، الاهل شافوا شيء مانو طبيعي تماما، لازم نراجع طبيبنا. والاستشارة ما بتكلفنا شيء، هي استشارة. وفي عنا مراكز مجانية، إذا واحد أو واحدة إمكانية المادية ما بتسمح له وتسمح له أنه يراجع طبيب بعيادته الخاصة، في عنا مراكز مجانية رائعة جدا، بيراجعوا الطبيب بالمراكز هاي ويطلب التحاليل. وزارة الصحة مشكورة أنه موجودة كل الإجراءات والاستقصاءات اللازمة والفحوصات. نعم تمام. تمام. يعني دكتور مثل ما حكينا عن العوامل اللي بتأدي ل البلوغ المبكر، خلينا نتطرق للمناخ. يعني نحن مع تبدلات دائما المناخ عم نشوف مثل الأكل اللي فيه هرمون، إن كان حتى الفاست فود قديش بتحكي عنه أنه نمتنع عنه، حتى له علاقة، قديش له علاقة هدول الأكلات اللي بيحبوها خلينا نقول الصغار أنه يأكلوا بطاطا مقلية تماما، البرجر هدول كله اللي عم يأكلوا، قديش هو كمان بيساعد بيحرد هدول الهرمونات؟ سؤال كتير مهم سالي. بنقول لكل مشاهدينا نمط الحياة الستايل أوف لايف بيلعب دور كتير كبير. أكتر هو عند البنات شائع أكتر البلوغ الباكر، أكتر البنات اللي بيراجعونا بيجيبون أهلهم مشان موضوع البلوغ الباكر عندهم زيادة وزن. السمنة هي السبب الأول للبلوغ الباكر، والسمنة ناجمة عن نمط الحياة السيء. قد ما قلنا انه انا هي عامل وراثي، انا اما سمينه وابوه سمين وعمه سمين، انا لو كانت امي سمينه وابي سمين وانا عم باكل بشكل صحي وعم بعمل رياضه ما رح صحيح. يعني العوامل الوراثيه بتلعب دور. نحن وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل، بس كل ما نحن غيرنا نمط حياتنا كل ما اخرنا انه يصير هالشيء، اوقات يمكن نمنعه انه حتى يصير. معناتها نمط الحياه مهم جديد كثير، شو بناكل ومو كمية الأكل، نوعية الطعام. قبل ما بنقدر نبعد عن المقالي، نبعد عن العصائر، ناكل فواكه، ناكل خضار، وبنفس الوقت نعملنا نص ساعة مشي، ما بدنا أكتر من هيك، ونحاول إنه ما نتعرض كتير وقت يكون في عنا حرارة عالية، وكمان ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري لسوء الحظ عالمي وعم يعمل كوارث. صحيح. دكتور يمكن الأهل اليوم بحاجة لكتير من التوعية بشأن البلوغ المبكر، هون يمكن أي أهل بيلتجؤوا لدكتور وخاصة دكتور الغدد، هو لازم أخصائي يكون دكتور غدد بخص البلوغ، شو هي الخطوات الأولى يلي لحتى يرتاحوا الأهل أو لحتى يكون في عندهم توعية كافية أنه ابنكم طبيعي أو ابنكم بحاجة لعلاج، يعني أو كيف طريقة التعامل مع
الأهل بتكون يمكن هي أصعب من طريقة العلاج بتكون. أكيد ليا، هلا هو كتير مهم إنه يرتاحوا للطبيب لأنه الطبيب وقت يستقبل الأهل ويشرح لهم ويريحهم هي خطوة مهمة كتير، وهي بدنا نوجهها لكل زملائنا عبر الإخبارية إنه كتير نحن مهم نشرح للأهل بالضبط شو عم بيصير. مثل ما قلنا العامل الوراثي بيلعب دور ليا، إذا كانت الأم صار عندها بلوغ باكر مو معناتها نحن انه هي انا صار معي معناتها بترك بنتي، لا، الطب عم يتطور ولازم نتدخل، كل ما تدخلنا باكرا ما امكن كل ما قدرنا نفيد الاولاد اكثر. نحن بنغير نمط الحياه لكل العائله مو بس للطفل او للطفله اللي عندهم علامات بلوغ باكر. يعني نحن دائما بنقول لهم اطباقنا نظام الغذائي للحوض البحر الابيض المتوسط هو منصوح فيه عالميا صحيح. هلا بيقولوا انه كتير مهم ناكل تبولة كتير، ناكل فتوش بس ما نقل الخبز، ناكل محاشي يا لونجي، هي كتير مهمة. بعدين ما نقص الشجر، أنا برمريتها في سندياني عمرها 1000 سنة قصوها عند تحت بيتي والبلدية، هلا بدي وجه لها كتير هيك شكر كبير لأن ما يقدروا يعملوا إنه يعملوا هيك شوي صغيرة يحيدوا سندياني عمرها أكثر من 1000 سنة. هي شغلة كتير مهمة قصوها حتى الطريق يمر هيك ما يمر هيك بين بلدان العالم. هاي السندياني قديش بتعطي حياة لكم شخص؟ أكسجين تمام أموة البلدية، وقديش تدخلنا لحياتنا لمن تنادي. تمام، يعني دكتور مثل ما قلنا هلأ وحكينا عوامل كتير لازم يديروا بالهم الأهل عليها، بدنا منك نصايح لا يتجنبوا الأهل الوقوع بالبلوغ الباكر للشباب. كل ما نحن من عمر صغير وقت الاولاد لسه اول ما عم يطلعوا اسنانه بيعطوه شيبس لحتى انه قال مشان يحك اسنانه، ما تعطوه شيبس، اشروا تفاحه واعطوه يعني حيز تفاحه، انه عودوه على الفواكه من هو وصغير، ما بدنا عصائر حتى العصائر الطبيعيه لانه الالياف مهمه، نكتر كثير خضار باكلنا، دائما نتعلم انه ما نضل قاعدين، كثير حلو التكنولوجيا الايباد والكمبيوتر والهي، بس ما بدنا نضل قاعدين كل الوقت، هي العاب الكمبيوتر يلي فيها الستريس بيلعب دور كتير مهم، ودول الاولاد يلي بتلاقي كل الوقت هيك مثل على الموبايل كتير، كمان بدنا نحاول قد ما بنقدر نطلع نغير جو. هلا عنا على الجبال والحمد لله صار بلدنا احلى واحلى، بنقدر نغير بقى الامور كلها ان شاء الله على احسن بقى، كل ما دخلنا باكر ما امكن كل ما ساعدنا أطفالنا. نعم دكتور، سؤال أخير، يمكن بعد مرحلة البلوغ إذا صار مع الولد صدمة نتيجة يمكن ظروف مرق فيها أو مع خلينا نقول يا الشباب يا الصبايا البالغين الجديد صار في صدمة، هاد صدمة نفسية كانت، هاد الشيء بيأثر؟ طبعا العامل النفسي بيلعب دور كتير كبير. ونحن لسه لهلا يعني هلا عم نمرق بصدمات فظيعة، عنا عدم وعي ليا نفسي، إنه نحن منراجع طبيب الصحة العامة إذا صار عنده ابننا مشكلة نفسية ما منراجع حدا مختص، لأنه أنا ماني مجنون. نحن مثل ما الجسد بحاجة لعكازة أوقات، الروح والنفس بحاجة لعكازة أوقات، وبتكون لمرحلة مؤقتة، وكل ما تدخلنا وفي عنا اختصاصيين بالطب النفسي رائعين ببلدنا بقى كتير مهم نراجعهم بيساعدونا، لأنه كمان العامل النفسي كتير مهم أنه نجبره قبل ما يصير بدل ما يكون مفكوش يصير مكسور. صح يا دكتور زياد، يعني بدنا نتشكر دائما وجودك معنا ضمن هيدا الفقرة يلي كل المشاهدين طبعا عم يستفيدوا من نصايحك من المعلومات الجديدة اللي كل مرة عم تقدم لهم ياها، بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا وان شاء الله منكون مع بعض بمواضيع تانية كمان تحقق الفائدة لك المشاهدين. يسعد صباحك. شكرا لكم. يسعد صباحكم، حبيت هي من اهل البيت. ايه انت من اهل البيت طبعا دكتور، حتى لابسين نفس الالوان. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا مشاهدينا، خلينا ننتقل مع بعض لغرفة الاخبار للاطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية مع زميلتي علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. صباح النور ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم.
استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على 40 كيلومترا من إجمالي الشريط الحدودي مع الأردن بريف السويداء الشرقي، وثبتت قوات حرس الحدود نقاط لها في جميع المخافر الحدودية في المنطقة. وتمكنت وحدات الجيش من استعادة السيطرة على مساحات جغرافية واسعة وقطع خطوط الإمداد الأساسية للمجموعات الإرهابية من معبر وادي الصوت ومعبر أبو شرشوح اللذين يعدان من أخطر المعابر لتهريب السلاح والعتاد والإرهابيين. نفذت هذه العملية خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت من الريف الشرقي للسويداء حتى سد الزلف. المرحلة الثانية كانت من سد الزلف حتى تل الجارين. المرحلة الثالثة من سد الزلف وتل جارين حتى النقاط والتلال الحاكمي، تل الضبعة، تل الضبيعة، تل الرياحي، تل أزدي. وتوجد بالمرحلة الأخيرة بتطهير باقي الجغرافيا حتى الوصول إلى الحدود الدولية مع الأردن. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حل الأزمة في سوريا كان سيتقدم بشكل كبير لو أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت وعدها بالفصل بين المعارضة والإرهابيين. وخلال لقاء مع المشاركين في منتدى الشباب التعليمي بمنطقة فلاديمير شرق موسكو، شدد لافروف على أن تنظيم داعش الإرهابي سيهزم دون أدنى شك، مضيفا أن هناك الكثير من المؤشرات على قيام لاعبين خارجيين بحماية تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، بينما الولايات المتحدة تشجعهم بصمت. أصيب 3 شبان فلسطينيين بجروح، جراح أحدهم خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغازات المسيلة للدموع والسامة والرصاص المغلف بالمطاط في شمال ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بجروح خطيرة بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه مباشرة خلال اعتداءات لقوات الاحتلال في شرق جباليا، حيث استهدف الاحتلال سيارات الإسعاف في المدينة. كما أصيب فلسطينيان بجروح إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي خلال اعتداءات على شرقي مخيم البريج. في خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن واشنطن تعمل على نقض روح ونص الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1. وردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال ظريف إن ترامب يريد دوما تدمير الاتفاق النووي، فهو من أجل تجنب العزلة يحاول إظهار أن إيران هي السبب، وهذا يدل على نواياه السيئة فضلا عن نقض واشنطن لروح ونص الاتفاق النووي. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك ليا. شكرا لك زميلتنا علا، وأكيد هلأ وصلنا لفقرتنا التالية معك يا سالي. ليا هلأ محطتنا الختامية لليوم ضمن مهرجان وأجواء مهرجان قوس قزح بدورته الثالثة يلي عم نرصد حفلاته التراثية والفولكلورية السورية، طبعا بمشاركة عدد كبير من الفنانين من أغلب المحافظات السورية. واليوم بصرنا نرحب بضيوفنا الفنانة خناف سعيد وعازف الطنبور جمو سعيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يمكن لون جديد شفناه مع بعض ضمن مهرجان قوس قزح، خلينا نصبح على المشاهدين مع الطنبور ومع صوت حضرتك. ماشي، اهلا وسهلا فيكم. أهلا طبعا ان شاء الله تنال اعجابكم معزوفه فلكلوريه من التراث الكردي. Thank you.
شكرا كثير، صوتها كثير حلو الصباح. نعم. يعني تمام، يعني وراية دائما احياء التراث. نعم. الفولكلور هو شيء مهم لنا. خناف، خلينا نحكي عن مشاركتكم بقوس قزح، او قديش كان في هيك مثل اندفاع لهيدا المشاركة. اول شيء لا خناف خناف عم تحط الكسره هي ضمه. نعم. اول شيء صباح الخير، صباح الخير يا دمشق بهالجو الحلو، صباح الخير لكل سوريا. لا سهلا. بصراحه انا مشاركتي هي ثاني مشاركه بقوس قزح، وقلي الفخر اني بشترك بهيك مهرجان مهم، يعني من خلاله يتعرفوا كل الاطياف السوريه على بعضهم. يعني حلوه تتعرفي على ناس مثلا ارمن، ناس شركس، ناس يعني كثير حلوه من مختلف الاطياف. يكون عندك اصدقاء، تعرفي على فنانين، تتعرفي على عاداتهم وتقاليدهم، شيء كثير حلو. يعني انا فخوره جدا يعني بهالمشاركه. نعم. سمعينا شيء من ضمن مشاركتك. يلا تفضل. طبعا في هي كمان هيك في يعني نغم، في شجي، في فرح، لا بسمعوا كل شيء يعني حزن شوي بالله. لا هيك بدك تحزننا من الصباح. لا هي اغنيه عاطفيه بتغزل بحبيبته بيشبهها بالحمامه. تفضلي يا اخونا. أمريكي وزر أمي ما بلد العالي، وزر أمي ماي أمريكي وزر أمي ما بلد العالي، وزر أمي ما كم صورو أفندي ما بلكم صورو أفندي ما خلام شابي رش بلك أشقاك جكا بندي ما خلام كثير. استاذ جمو، يعني حضرتكم جيتوا من حلب لحتى تشاركوا بالمهرجان، آلة الطنبور يمكن آلة ما كثير متداولة بين الناس، ولكن بتحمل يمكن بين أوتارها العديد من الحنية، من المشاعر، بتوصل بسرعة لقلوب الناس. اليوم عم تنقل حضرتك تراث عبر مسرح أكيد دار الأوبرا، خلينا نحكي كيف كانت مشاركتكم وأيضا عن آلة الطنبور. بالبداية طبعا المشاركة أعطتنا فرصة يعني جميلة لناخذ يعني نشوف الجمهور الكريم ونلاقي كل الأطياف. يعني طبعا هاي بادرة يعني من وزارة الثقافة، يعني هاي البادرة إن شاء الله نريد تستمر، وهي يعني بتشجعنا أكثر، بتحفزنا لنقدم المزيد يعني إن شاء الله. طبعا بالنسبة لآلة الطنبور إلى الفضل كبير، يعني بالنسبة أنه يعني حافظت على التراث يعني من القديم. يعني الآلة طبعا كان في فنانين يعني قدماء كثير استمروا على الآلة وظلت يعني حافظت على الثقافة الكردية، وطبعا صار في تطور بعدين، ونحن نتأمل انه هالآلة تاخذ دورة اكبر يعني بين الفرق الموسيقية، وان شاء الله نحن نتابع جهودنا وفي طبعا استمراريتها. أيوة. ان شاء الله بين الاجيال. نعم. تمام. يعني خناف خلينا نحكي شوي عن الالوان يلي قدمتيها. شو الالوان يلي ركزتي عليها ضمن مشاركتك بمهرجان قوس قزح؟ هو بشكل عام انطلب الفلكلور، يعني الاطياف اللي جايه كل واحد بيقدم الفلكلور اللي عنده مشان يعني يعرف على التراث وعلى الفلكلور اللي عنده. انطلب مني الفلكلور، بلشت بموال
موال طبعا كتير قديم واسلوبه يعني صعب شوي، يعني بده يعني شغل كتير كتير تعبت عليه لحتى حفظت يعني موال. وانا عم بسمع كمان حتى هيدا الاغنية الحزينة يلي قدمتوها كمان بدها شغل يعني انا عم بسمع العروبات لحالها بدها شغل. الله يعطيكم هي العروبات طبعا تدربي عليها كتير من الصغر لحتى يعني لحتى تضلوا يعني تستمر وتبدعي فيها. وطبعا طلعت انا فقرتين، فقرة اولى يعني ايقاع مقسوم موال، بعدين غنيتين مقسوم، وفقرة تانية ايقاع بقولوا عليه لف الخفيف. كان الجو تجاوب الجمهور ممتاز الحمد لله كانت في تفاعل ان شاء الله يكون لها وقع خاص مثل ما بقولوا عند الجمهور. نتمنى يمكن اي نمط بالموسيقى بده الاستمراريه وبده الدعم. يعني حضرتكم خلينا نحكي مع حضرتك شو هي الخطوات اللي بتعملها للمحافظه على الطنبور والمحافظه يمكن على نوع الموسيقى اللي عم تقدموها لحتى تستمر بين الاجيال؟ خلينا نحكي على مناطقكم بحلب، كيف عم تدرب وعالم بتحب انه هي تتعرف عليها وتتدرب ايضا عليها؟ طبعا هو احنا كنا البدايه يعني كان في لنا فرقه، بهالفرقه يعني كان لها دور يعني نتطور بشكل افضل يعني، ومن خلال الفرقه طلعنا مناسبات وحفلات والى اخره، ف يعني صار عندي الحمد لله يعني نوع من التخصص يعني باللحن، يعني صرت الحن ألحان جديدة طبعا دائما أو تجدد القديم. طبعا دائما نرجع المنبع يعني هو دائما هو الفلكلور. الفلكلور يعني هو دائما غني كثير يعني فنحن بنحاول طبعا في منهم بيشوهوا كذا، نحن بنحاول يعني نهذب هيك نقدم بطريقة أفضل. ايوه بطريقة هيك تناسب، لأنه خاصة قبل ما كان في تقنيات يعني كان مثلا في لا في مواقع تواصل اجتماعي ولا يعني في وحتى التسجيلات يعني قديمه يعني معدات كلمات ما هي مفهومه الموسيقى. فنحن بهالاطار هذا بنريد يعني نحافظ على اصاله الموسيقى بنفس الوقت نعطيك تقنيات اضافيه. طبعا كان في عندي تجربه استوديو تسجيل يعني الحمد لله استفدت كثير لحتى يعني كمان شوي تقربها من الجيل الجديد يلي ما عنده أيوة يمكن طبعًا معرفه طبعًا بالتراث القديم. احنا هلا ممكن في عندنا هيك كمان هيك لون فرح، يا ريت نسمع منكم هذا اللون قبل ما نختم كمان فلكلور يعني بس شيء في فلكلور يعني شوي بيختلف عن نمط الحزن طبعا ان شاء الله هيك يعني بعد حزنك نفرحكم. تفضل يلا الله يبعد الحزن عن الكل. امين يا رب. ما لا مدح وشهودا ويلور 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 بريح وشيخ البدا شيريني قوغندي. ما لا مدح وشهودا ويلور 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 بريح وشيخ البدا شيريني قوغندي. أزهات ميالي ودا ويلور 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 بوچر ياري ندا شيريني قوغندي. دردي هوية ولا سنقشينا دردي هوية هوية بلا سنقشينا جيني ودودو يا جابي وبرشية جيني ودودو يا لون جابي وبرشية جمالي تفتشوية ولا سنقشينا جمالي تفتشوية بلا سنقشينا. كثير اكيد نحن كثير انبسطنا فيكم اليوم وانبسطنا بهاللون الجديد يمكن بالنسبه لالنا شوي وبنتمنى دائما هيك نشوفكم بحفلات ومهرجانات لنتعرف على تراثنا يلي كثير حلو. شكرا كثير لكم. اكيد نتشكر وجودكم معنا، بدنا نتشكر اكيد هالعزف الحلو وهالصوت الحلو وهالالوان اليوم يلي اضفتوها بفقرتنا، وشكرا كثير. يسعد صباحكم. كمان بشكركم، بشكر التلفزيون قناة الأخبارية السورية على هالفرصة، شكرا كثير. أهلا وميت. بس أنا بدي أشكر وزارة الثقافة على
على هال مثل ما بقولوا فتح الباب لهيك يعني فعاليات. بشكر دار الأوبرا اللي فتح أبوابها بخص الشكل للأستاذ إدريس مراد اللي دعاني اللي اهتم وشجعني كثير وبشكره وبشكركم لكم صباح الخير. أهلا وسهلا فيك يا ليا. لهون بتكون حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، وأكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم على الساعة 9 الصبح. ابقوا معنا على الموعد لكل حدا بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات. أكيد ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم مني ومن كل الكادر خلف الكاميرات. تبقوا بألف خير وباي باي. باي ليا. باي سالي. شكرا لك. وأكيد سوري بالختام أكيد بيبقى تحيتنا الختامية بتحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد كل التحية لكم وكل التحية أكيد لكل مشاهدينا. دائما خلوا التفاؤل عنوانكم. بقية نهار ممتع. باي باي.